هنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد اخوه الايمان نعم الله تعالى علينا كثيرا وكثيرا ما لا ندرك أثر هذه النعم بكثرة معاشرتنا لها وتواطرها بين أيدينا نعمة الصحة لا ندركها ما لم نكبر نعمة النور لا ندركه حتى نجد أنفسنا في إدراك الظلام ونعمة الماء لا ندركه إلا حينما نعطش وهكذا سائر النعم غير أن هناك نعمة من أعظم النعم التي الله عز وجل وهبنا إياها بل هي أعظم تلك النعم وكثير من نفائد حقيقتها لأسباب كثيرة إنها نعمة تظهر أكثر وأكثر في المجتمعات التي يضعف فيها دين الله عز وجل ويرتد فيها إشعاع النور الإلهي والوحي الرباني تبذل الحاجة إلى هذه النعمة حينما تظلم المجتمعات بالمادة وتحرقها الشهوات واللهث وراء الملذات حتى لا يبقى في حياة الناس قيمة ولا معنى إنها أيها الأحبة نعمة الإيمان الإيمان هو من أعظم النعم وتزداد قيمته وحلاوته حينما يعيش المرء في بيئة يرغب إلى الإيمان حينما يرى نفسه وجوانح الشر خاطته يمنة ويسرى وضعف الإيمان يسري إليه من كل جانب فلا يجد من يزيده هو الإيمان بقلبه ولا من يساعده على أن يشع أمره الخير في جوفه هنا تأتي قيمة الإيمان تريد أن تعرف قيمة الإيمان حقا انظر إلى أولئك الذين حرموا الإيمان فحسنوا حياتهم الدنيا والآخرة يتخاطبهم القلق والوهم والهم رغم كثرة المال والخيرات والنعم الأخرى إن من وجد طعم الإيمان أو وجد قيمة الإيمان ووجد أثر نعمة الإيمان حقق بأن يحمد ربه على ذلك وإذا كان كثير من الناس يتكلم أن المسلمين في المجتمعات الغربية التي لا يحكمها الإسلام وليس الإسلام فيها ظاهرا أنهم على خطر وأن دينهم على خطر فإننا نقول أنهم أيضا لديهم ميزة وأفضل أنهم يجدون طعم الإيمان يجدون هذا النور في أوساط قد يقل فيها النور وهنا نقول ما أجمل أن نعيش أجواء الإيمان ما أجمل أن نطعم الإيمان لكن نتوقف ما هو الإيمان حتى نتطعمه؟ وما هو الإيمان حتى نتذوقه؟ وما هو الإيمان حتى نعرف مقدار حصتنا منه؟ وكم قلبه في حياتنا؟ وكم نصيبنا من الإيمان؟ هل الإيمان يقاس بالوزن أو بالعدد أو باللون أو بالرائحة؟ هل أحد منكم رأى الإيمان فنسأله كيف شكله؟ وكيف طعمه وكيف وجده وما أثره الإيمان أيها الأحبة حقيقة داخل قلوبنا وداخل أرواحنا لا أحد مهما كان يستطيع أن يصفه بالوصف الحسي مجرد بل أن الإيمان كحقيقة رغم أنها أعظم حقيقة بالوجود إلا أنه على اختلاف الديانات
واختلاف العقائد والمذاهب لا يمكن أن يقاس حقيقته بوزن من الأوزان الطبيعية. إذن ما هو الإيمان؟ لقد قال علماءنا الكرام، لقد قال علماء الإسلام واتفقوا جميعا أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، فهو قول باللسان. فإذا أفصح الإنسان أنه مؤمن وأعلن أنه داخل تحت مظلة الإيمان والاستسلام لله تعالى فهذه المرحلة الأولى. ثم هو أيضا قول بالقلب، بأن يصدق المرء ما قاله بلسانه فلا يكون مكذبا ولا مخالفا لما أعلنه ولا يكون منافقا، فهو يقول بلسانه أنه مؤمن ومسلم ويعلن ذلك، ثم هو يقوله بقلبه فلا يكذب معتقده أو ما قاله بلسانه. فهو تصديق بالقلب وإعلان باللسان، هذا جانب الإيمان الأول فيما يتعلق بالقول، قول اللسان وقول القلب بالتصديق. ثم هناك الجانب الآخر والجانب الأكبر والجانب الأهم والجانب الأعظم في الإيمان الذي يزن الجبال، وإذا لم تكن ترى الإيمان كحقيقة ملموسة أمام عينيك فاعلم أن الإيمان في القلب يزن الجبال الراسية، وأن الإيمان في القلب أعظم شيء يملكه الإنسان، وهو في جانب العمل. العمل بابه واسع وهو أعظم أبواب براهين الإيمان. وإذا كان الإيمان بالقول قد يصعب قياسه وقد يصعب وزنه حتى من الناحية الذهنية، إلا أن الإيمان في جانب العمل من أكثر الأشياء التي يمكن قياسها وإدراكها. وإذا كان الإيمان بالقول يدخل فيه قول اللسان وقول القلب، فإنه في العمل أيضا هو قسمين آخرين. الإيمان في جانب العمل ينقسم إلى عمل الجوارح وعمل القلب، فهو قسمان مهمان لا يقوم الإيمان إلا عليهما. أعمال يعملها القلب في الداخل وأعمال تعملها الجوارح في الخارج، هذا هو الإيمان، وهذه هي قصة الإيمان من ذلك. I want to summarize what we have said earlier about this khutbah. We try to focus on the issue of iman and identify what is the iman content. And the components of iman include two parts. One part is the part of talking and saying and declaring. It includes the declaration of the heart and the declaration of the hand by admitting that Allah is the Almighty and accepting His religion and submitting to His will. And the other part of it is the action. And the action include the action of the physical part of Muslims and the action of the heart. إخوة الإيمان، إذا كنا من خلال هذا الكلام حددنا خارطة الإيمان التي يجب أن نراجعها في كل يوم، لأن هذا هو سر وجودنا وهذه هي غاية حقيقتنا وحياتنا، وليس لبقائنا في هذه الدنيا مبرر ولا وجود ولا هدف ولا حقيقة ما لم ندرك هذه الحقيقة إدراكا واضحا، وما لم نتأكد من استيعاب هذه الدوائر الأربعة. لا بد أن ندرك أن الإيمان بشقه القول والعمل لا يقوم إلا بالإيمان،
ولو أن أحدا قال أنه مؤمن بإعلامه وبكلامه ولكنه لم يؤمن بالجانب العمل فإيمانه مردود عليه ولا ينفعه عند الله عز وجل. أرأيتم لو أن عندنا مكينة تعمل أو سيارة نرتحل بها أو طائرة نركبها وتؤدي وظيفتها بعناية وتذهب في الناس وتكنس في البيت المكينة وهكذا، هل لها قلب يعمل؟ هل هي تعمل بقلب؟ هي تعمل كأداة فقط خارجية. وهذا يؤكد أن الإنسان ليس كالأدوات وليس كالآلات، بل له عمل بالجوارح وعمل آخر بالقلب. ولذا يا أيها الأحبة أود أن نركز في هذا الكلام على العمل الأهم وهو عمل القلب. إذا كان عمل الجوارح، عمل الجوارح اليدين والرجلين واللسان وحركة الإنسان من صلاة وصيام وتصدق كلها أعمال الجوارح فإنها مهمة في هذا الدين، ولكن هناك عمل آخر هو أهم منها إنه عمل القلب. عمل القلب الذي بدونه تصبح هذه الأعمال أعمال الجوارح تصبح حركات لا قيمة لها، وقد تتحول إلى تمارين رياضية لا معنى لها ولا أثر لها على القلب. أرأيتم الذي يصوم النهار ولا يستشعر حقيقة الصيام، قد لا يزيد صيامه إلا عرشا وجوعا وربما زاده فسادا في الليل وإزعاجا وإضرارا من الآخرين. أرأيتم ذلك الذي يصلي وقلبه خارج عن الصلاة تماما، ربما لا تزيده صلاته إلا التعب والنصر. إذن حقيقة الإيمان أيها الأحبة هي في جانب العمل الذي يرتبط بعمل القلب. تذكر دائما وأنت ترى جوارحك تعمل، تذكر أن هناك عمل أعظم منها وأهم منها إنه عمل القلب. عمل القلب أيها الأحبة هو الذي قال عنه الصحابة رضي الله عنهم: لقد سبق أبو بكر غيره من الصحابة بكثير من المراحل، فقالوا: ما سبقهم بالصيام ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء، سبقهم بشيء وقر في قلبه. أقف عند هذا الحد هذه الخطبة وأستغفر الله لي ولكم منه ولكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،
إذن أيها العبة، أول عمل للقلب يرفض القلب من خلاله ويبتعش من خلال استيعابه إنه محبة الله تعالى. أي حبة وأي هناء لمن يمتلئ قلبه حبا وتعظيما وإجلالا للعظيم الجليل جل جلاله. أي هناء لمن إذا ذكر الله أمامه اشرأبت نفسه ورفرفت جوارحه كأعظم حبيب. أرأيتم من يحب معشوقا إذا ذكر اسمه كيف ينشرح وينبسط؟ أما ذاك الذي أحب الله فإنه في انبساط لا يعلم وداه إلا الله. ثم انظر إلى الدار الآخر بأعمال القلوب. القلب له أعمال كثيرة تزدحم في هذا القلب فيشع إيمانا وعملا صالحا لا تهزه الجبال ولا تغيره الأحوال. أرأيت من امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل وأصبح قلقا من ذنوبه؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هكذا كان أهل الجنة يتحدثون، يقولون كنا في الدنيا خائفين، لم يكونوا يسعون بالأرض فسادا وضربا وخيلاء، بل كانوا يسعون فيها خائفين من الجليل الذي ينظر إليهم في كل حين. هذا عمل آخر يخاف الله. ثم تذكر إذا قرأت في كتاب الله وصف الجنة ونعيمها وسعة مغفرة الله تعالى ورحمته، ثم تذكر وأنت الضعيف الصغير الحقير أمام قول الله عز وجل الجبار المتعالى المتكبر المستغني عني وعنك وعن كل من في الأرض، حينما يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل المتعالى يقول هذا الله سبحانه وتعالى؟ حينما يقول الله تعالى للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ الله ليس في المشكلة معه، تعالوا استغفروا ولا غير منكم، هكذا يناديكم الله. من امتلأ قلبه بهذا الحب فهنيئا له بهذا الرجاء. وهذا هو العمل الثالث من أعمال القلوب، أن ترجو الله عز وجل. وهناك أعمال أخرى لا يتسع المقام لديها، منها التوكل والإخلاص والإنابة واليقين. كل هذه الأعمال إذا امتلأت في القلب فلن يقف هذا القلب عن النبضان، ولن تقف الجوارح عن العمل واللهف والسعي الحفيظ في إرضاء هذا الجليل الذي تملكت عظمته وحبه وخوفه ورجاؤه هذه القلوب الضعيفة. أعتقد أن أحتفظ من اللغة الإنجليزية لضيق الوقت، كما قلت أن أغلب الموجودين يتحدثون اللغة العربية. هذا وصلي وسلم على حبيبنا نبينا وعبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على توفيق محمد اللهم صل على رحمه. الأئمة المهديين الذين ما ضربوا على الصحابة أجمعين وعلى التابعين ومتبعهم بإحسان ومن مال إلى يوم الدين وعلى ما معنا بعهد وكرم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لهم عينا ونزيرا، اللهم اجزهم وخيرا، اللهم اصلح ما بسبب احوال المسلمين، وردهم رد الحميد الى الدين، اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من النفاق، والسنتنا من الكذب، وعلمنا من الخيانه، انك تعلم قاعده العجب وما تخفي الصدور، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم زدنا حبا وايمانا يا حي يا قيوم، اللهم انا نعوذ بك ان تحول بيننا وبين محبتك وقربك معاصي أو تعلق بغيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم اجعل حبك في قلوبنا حبا لكل حبيب، اللهم أصلح قلوبنا وأهدنا يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يا الله لمن حمده. Yeah, a lot.